نواصل إذن. ما تبقى من عملية التركيب الضوئي نتناول في هذه الحصة التكامل بين المرحلة الكيميو ضوئية والمرحلة الكيميو حيوية. قبل ما نتناول هذه الوثيقة الموجودة عندكم في الكتاب المدرسي الوثيقة 5 صفحة 196 نحاول استرجاع المعلومات الخاصة بالمرحلة الكيميو ضوئية. قلنا المرحلة الكيميو ضوئية هي مرحلة تحدث على مستوى التيلاكويد وتتطلب وجود الضوء واليخضور ومن نواتجها تحصلنا على الATP كطاقة، هذه الطاقة نواتجها زائد نواقل مرجعة NADPHH+ هذه نسميها نواقل مرجعة. الATP والنواقل المرجعة تعتبر من نواتج المرحلة الكيميو ضوئية. هذه هي، وهي ضرورية لإقلاع المرحلة الكيميو حيوية. من نواتج المرحلة الكيميو حيوية عندنا السكريات، شروطها توفر CO2 زائد نواتج المرحلة الكيميو ضوئية، نواتج المرحلة الكيميو حيوية، نواتج المرحلة الكيميو حيوية عندنا السكريات من شروط المرحلة الكيميو حيوية توفر CO2 زائد النواقل زائد قلنا الـ RDP. سوف في هذا الرسم نتناول العلاقة بين المرحلة الكيميو ضوئية والكيميو حيوية. السؤال الأول نحاول وضع البيانات كل على حدة. ماذا تمثل الأرقام الموضحة في الوثيقة؟ رقم واحد الضوء، ها هو الضوء الذي يحفز النظام الضوئي، وهنا عندنا دو كويس أو تيلاكويد، تخوا نظام ضوئي. كاتخ تجويف الكويس، تجويف التيلاكويد. سانك، ها هو سانك هنا، بذيرة. البذيرة هي عبارة عن مجموعة من الكويسات المتراصة أو ما نسميها الجرانة. سيس، مادة تنتج في الكويس وتخرج تطرح إلى الخارج، ما هي إلا عبارة عن الأكسجين O2، ها هي O2. ست، الحشوة أو ما نسميها باللاتينية ستروما. ويت بلس نف يعطيني ديس، دونك ADP بلس PI ويت، هي الـ ADP. نف هي الـ PI. ويت بلس نف يعطيني ديس اللي هي ATP. أونز يولي دوز، ودوز يعود يتجدد يولي أونز، دونك هو الناقل أونز NADP. NADP بلس
دوز NADPH H+ هذا نسميه ناقل. مؤكسد وهذا ناقل مرجع. دوز تغاز تغاز هي مادة أو عضية راهي تدخل دونك ما هو إلا غاز ثاني أكسيد الكربون لو سي او 2. 14 نواتج المرحلة الضوئية مواد عضوية أو سكريات. 15 المرحلة الكيميو ضوئية. 16 المرحلة الكيميو حيوية. بيان سور 17 تبقى العنوان 17 ها هو 17 هنا نكتبوا العنوان العلاقة بين المرحلة الكيميو ضوئية والكيميو حيوية. إذا بهذا الرسم التخطيطي نستطيع إنجاز العلاقة. إذا لا يمكن للمرحلة الكيميو ضوئية اللي هي الكيميو حيوية هذه استضيق هنا حلقة كلفين هذه. هاي حلقة كلفين لا يمكنها أن تتم إلا بتوفر الأتيبي والنواقل المرجعة اللي هي تعتبر من النواتج الأساسية للمرحلة الكيميو ضوئية. المرحلة الكيميو ضوئية بهذا نكون قد كملنا مع البيانات. هل يتم تثبيت السي او 2 عند توفير الأتيبي والأنادبي أش أش بلس في الظلام؟ نعم يمكن وهذا ما يحدث. المهم يكون عندي نواتج المرحلة الضوئية. إذا نعم السؤال الثاني السؤال الثاني نعم يمكن السؤال الثاني يمكن أن يتم تثبيت CO2 في الظلام عند توفير الأتيبي اللي هي الطاقة و الNADPH H+. السؤال الثالث هل لنقص CO2 تأثير على انطلاق الO2 في المرحلة الكيميو ضوئية؟ علل ذلك. نعم نعم يؤثر نقص CO2 على المردود تناقص الO2 المطروح وتناقص السكريات الناتجة. تعليل تناقص CO2 يؤدي إلى تباطؤ حلقة كلفين.
السؤال الرابع، لماذا انطلق أودو لفترة قصيرة ثم توقف في التجربة الموضحة في الوثيقة 4 من النشاط الثالث؟ لنفاذ الـ ATP والـ NADP HH بلس المتوفرتين. أو النشاط الثالث نقول له انطلق كمية، ها هي لماذا انطلق ثم توقف. إذن السؤال الرابع، يتوقف انطلاق الأكسجين لاستهلاك كل نواتج استهلاك، أو ما نسميها لنفاذ، كملت نفذت نواتج المرحلة الكيميو ضوئية. نعود إلى الوثيقة تاعنا. لماذا انطلق أودو لفترة قصيرة ثم توقف من النشاط الثالث؟ توقف لنفاذ، لا يمكن للأكسجين أن ينطلق ما دام الـ ATP والـ NADP HH بلس ماشي موجودة. عند نفاذ هاتين الكميتين من الـ ATP والـ NADP HH بلس يتوقف انطلاق الأودو. ويمكن تلخيص هذا حسب المعادلة التالية، لاحظ معي. إذا كنا قد أشرنا إلى أن المعادلة الإجمالية لعملية التركيب الضوئي تتم على النحو التالي: 6CO2 زائد 12H2O، ها هي، في وجود الضوء واليخدور تعطيني C6H12O6 زائد 6H2O، هذه في تفاعلات حلقة كالفين، زائد 6 أكسجين منطلقة وهذه ممتصة. هذا الجلوكوز هو نواتج النواتج الأولية، قلنا في النهار يحدث هذا C6H12O6 N من C6H12O6 نهارا، هذه تعطيني C6H10O5 N زائد NH2O. ليلا يحدث العكس، هذا نيشا وهذا جلوكوز. نهارا يعني في وجود الضوء، في وجود الضوء هاي تصنع المواد السكرية وتدخلها، في الليل ولا تستطيع استهلاكها، في الليل تستهلك، لابد عليها أن تفكك النيشا، ها هي، زائد نون H2O ليتحول إلى عدد كبير من جزيئات الجلوكوز. تستعملها هذه الجزيئات، تستعملها للتغذية والتنفس إلى آخره. هذا نيشا. هذه المادة التي سوف تستعمل من طرف خلايا الجسم سنستعملها، نكون قد حولنا الطاقة الضوئية، ها هي الطاقة الضوئية، إلى طاقة كيميائية مخزونة. الجلوكوز به طاقة كامنة. سنتناول في الحصة القادمة تحويل هذه الطاقة الكامنة الموجودة في الجلوكوز إلى طاقة قابلة للاستعمال، وهو محور دراستنا في الحصة المقبلة إن شاء الله.